مشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لانك تهمنا. موضوع الحلقه النهارده يهم ناس كتير جدا وشريحه كبيره جدا من المجتمع. طبعا احنا عارفين ان الضعف الجنسي يعني موجود وبكثره جدا الفتره دي، بالنسبه يعني لناس كتير ممكن يكونوا مرضى او غير مرضى. لكن طبعا اسباب الضعف الجنسي كتيره جدا ومتعدده، منها طبعا بعض الامراض المصاحبه ليه، زي مثلا مريض السكر. فالنهارده هيكون منورني ومشرفني معايا في اولى فقرات برنامج لانك تهمنا معايا دكتور رانيا السيد عبد العليم، دكتوره واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره، ومعنى الضعف الجنسي لمريض السكر ومشاكله، وهل فعلا مريض السكر وكل مريض سكر بيعاني من ضعف جنسي؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. منور. كل مريض سكر يعاني من ضعف جنسي؟ بصي، نسبه كبيره، نسبه كبيره جدا. يعني الضعف الجنسي يمثل 75% من مرضى السكر بيعانوا من ضعف جنسي، يعني نسبة كبيرة. وبشكل عام أصلا مريض السكر معرض للضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب أكتر من أي مريض آخر. المراحل يا دكتور اللي ممكن مريض السكر يتعرض لضعف جنسي فيها، هل بتكون مراحل متقدمة ولا مراحل متأخرة؟ بصي، مراحل المريض السكر ممكن يتعرض فيها برضو نفس عارفة لما شرحنا التهاب الأعصاب الطرفية، بيبقى المريض ده عنده مشكلة في المايكرو سيركوليشن اللي هي الدورة الدموية الدقيقة. معظم الناس بيبقى عندهم ضعف جنسي خصوصا في السن الصغير، بيبقى عندهم حاجة اسمها تسرب وريدي. تمام. فلما بيجي يعمل حاجة اسمها دوبلر بيبان فيها التسرب الوريدي ده، ان الأوردة تكون بتسرب الدم، الارتجاع بتاع بيحصل ارتجاع للدم. وكل مريض سكر يا دكتور بيكون عنده التسرب الوريدي؟ لا لا، اللي انا هشرحهولك ان هو بقى ده بيبقى العكس، بيجي يعمل الدوبلر ممكن يلاقي الدوبلر مبين انه الشريان الرئيسي مدي دم كويس. تمام. ف يعني ايه، خلاص هنعمل ايه؟ لان المشكله برضو ما هياش في الشريان الرئيسي، المشكله بتبقى في الشرايين الدقيقه، الشرايين الصغيره بتاعه المايكرو سيركيليشن هي اللي بيبقى فيها المشكله، مش الشريان الرئيسي. فتيجي هنا بقى الخدعه بتاعه العلاج، وان المريض ده مش عارف يتعالج ومش عارف يعني يلاقي حل لمشكلته. وكمان الضعف الجنسي بيحصل كمان يعني في المرضى اللي هم تايب 1، اللي هم بيبقى عندهم سكر يا حبايبي من هم صغيرين، هم 10 سنين 15 سنه يبقى عندهم مرض السكر. فده بيكون ليه تأثيرات بقى سلبية على المدى الطويل، فتلاقيه شاب مثلا في الثلاثينات في أول الأربعينات وتلاقيه عنده المشكلة دي. طب يعني مريض السكر يا دكتور لو اتعرض لوجود ضعف جنسي بيبتدي يلاحظ الحالة أو يبتدي يحط إيديه على إن عنده مشكلة أو عنده عجز ملحوظ في أنهي مرحلة بالظبط؟ بصي، أول حاجة بيبدأ يحس إنه بيحصل عنده ضعف في الانتصاب. تمام. ضعف الانتصاب ده بيبقى نتيجه ان الدوره الدمويه اللي هي الموصله للقضيب اللي احنا شرحناها، اللي قلنا المايكرو سيركيليشن مش الشريان الرئيسي، الشريان الرئيسي اصلا لو اتاخد هيبقى الموضوع صعب جدا علاجه. الموضوع بقى لما اول ما الواحد يحس انه في ضعف في الانتصاب، دي معناها انه ده انديكيشن ان هو يبدا يتعالج، يعني يروح يتعالج. لان المشكله ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الدوره الدمويه الدقيقه بيبقى فيها مشكله. المفروض ايه اللي بيحصل لما بيبقى فيه مؤثر جنسي؟ اللي بيحصل ان العصب بيدي اشارة للشرايين ان هي تتمدد، وبتدي اشارة للاوردة ان الوريد يتقفل في اتجاه دخول الدم او خروج الدم بمعنى اصح للقضيب. فاهمة قصدي؟ ده ترتيب الاحداث اللي بتحصل. تمام. اللي بيحصل ايه بقى لما بيبقى فيه عندك مشكلة في الدورة الدموية الدقيقة؟ بيحصل ايه؟ بيقل تمدد الشرايين، الدورة الدموية اللي رايحة الشرايين، يعني عندك الشرايين فيها مشكلة. وبيبدأ كمان يحصل مشكلة في مرور الدم داخل الأوردة، دي مشكلة تانية. المشكلة الثالثة اللي بتحصل انه العصب بقى مش واصل له دم كويس. تمام. فالعصب أصلا ما بيديش الإشارة كافية. فعندك مشكلة التهاب عصب أو مشكلة في الإشارات، ديس أوردر موجود في العصب. وعندك مشكلة في الدورة الدموية الدقيقة شرايين، وعندك مشكلة في الأوردة. تمام. يعني تقريبا كل الحاجات اللي بتعمل عملية الانتصاب بتتأثر في عملية السكر. طيب ده علاجها إيه يا دكتور؟ لأن واضح إن هو بيكون أكتر من حاجة والموضوع ممكن يكون خارج عن السيطرة. هل علاجها بيكون عن طريق الأدوية ولا عن طريق أجهزة مساعدة ولا عن طريق تظبيط السكر؟ تمام. اول حاجه مبدئيا الادويه ما بتجيبش نتيجه، يعني زي ادويه مشهوره زي الفياجرا ومشتقاتها وما شابهها، كل الحاجات دي ما بتجيبش نتيجه للاسف مع مريض السكر. مريض السكر هيلاحظ الحكايه دي ان هو بياخد الفياجرا بس مش جايبه معاه نتيجه.
فده بسبب ايه؟ انه الدوره الدمويه الطريق مسدود، الشريان الرئيسي هيسحب دم منين؟ الطريق بتاع الشرايين الدقيقه مقفول، مرور الدم داخل الاورده فيه مشكله، العصب اصلا مش واصل له اشاره، مش موصل اشاره للشرايين تتمدد، ومش موصل اشاره للاورده ان هي تاخد امر باندفاع الدم ايه الى الخارج وان هي تتقفل، فاهمه قصدي؟ فكل الحاجات دي ايه تاثر، فبالتالي الدواء ما بيبقاش ليه افكت في مريض السكر. فالحل ايه؟ ان احنا نعالج المشكله نفسها. عن مرحله مهمه جدا وهي المرحله الاولى في العلاج، بس برضو المريض بيكون محتاج تحسن ملحوظ في اسرع وقت ممكن. هو الجلسات اللي احنا بنعملها دي دكتور احمد اتكلم عن اول جزء اللي هو بتاع الجهاز الامريكي اللي احنا احنا كده هنكون فعلا عالجنا مشكله الشرايين. تمام. احنا قلنا ان احنا عندنا مشكله في الاورده، وقلنا ان احنا عندنا مشكله في الاعصاب، فلازم نكمل بقى بقيه العلاج. تمام. فبنعمل حاجه اسمها يعني نوع علاج معين بيزود مرور، بيحسن مرور الدم وحركه ارتجاع الدم جوه الاورده. برده ده بيبقى جلسه تانية بتبقى بتاخد وقت برده، يعني الجلسه الاولانيه حوالي 45 دقيقه، دي بتاخد حوالي برده 40 دقيقه او ساعه الا ربع بمعنى اصح. برده شغل على الاورده بجهاز تاني، ده بيبقى جهاز ايطالي بيزود الدوره الدمويه بتاعت الاورده. مده العلاج تقريبا يا دكتور لعلاج الاورده او لعلاج الثلاث مشاكل المسببين للضعف الجنسي لمريض السكر احنا برضو بنستخدم اجهزه بتحسن درجه توصيل العصب في حالات الضعف الجنسي. يعني الجلسه بتبقى في حدود ما يقلش عن 3 ساعات الجلسه الواحده، الجلسه الواحده لمده اسبوعين. لمده اسبوعين. ويبتدي يا دكتور يكون في تلحق يعني تحسن ملحوظ للمريض، بيشوفه يعني بيحس باستحسان. طبعا هو بيحس، بص يعني زي تنام عليك التهاب اعصاب طرفيه بعد الجلسه السادسه بيبدا التاثير يبان. وفي ناس طبعا كل ما السن صغير، ما على حسب هو جاي في انهي مرحله، هل المرحله دي لسه يعني بقاله فتره طويله عنده المشكله دي، هل في فقدان احساس خالص؟ ما خلي بالك العيان ده زي ما كان بيعاني من فقدان احساس برجله برده بيحصل فقدان احساس على القضيب، فهو برده ما بيحسش بالاستثاره اثناء العلاقه لانه هو الاحساس مش واصل كويس. فبرده هل احنا لسه هنوصل الاحساس ولا الاحساس واصل؟ لو هنوصل الاحساس بنعمل كورس واحد اللي هو بيبقى الاسبوعين. تمام. لو هنعمل، لو احنا يعني الاحساس موجود ولسه بس في مرحله ضعف الدوره الدمويه، يبقى خلاص الاسبوعين بيبقوا كافيين جدا. طب هل يا دكتور بيبقى في ادويه مصاحبه مع يعني فتره العلاج او الكورس بتاع العلاج زي ادويه منشطه الجنسيه او الحاجات اللي ممكن تساعد ساعتها بقى الادويه دي تبتدي تاثيرها يشتغل؟ ساعتها في الوقت ده تبتدي الادويه تاثيرها يشتغل. طب قبل كده يا دكتور لو حد حضرتك بتقولي لجأ انه ياخد ادويه والتاثير ده ممكن يسبب تاخر في العلاج؟ الادويه مش، بصي هي هتبقى يوزلس يعني، ولا يعني كانه ما خدش حاجه، فاهمه قصدي؟ فهو مش هيستفيد منها، العيان مش هيستفيد من الدواء. هو هيجي اصلا يقول كده ان انا خدت حتى الادويه دكتوره انا بالعكس بتعب منها وما بتجيبش نتيجه. معظم العيانين بييجوا يشتكوا من كده. وان شاء الله اصلا علاج الموضوع ده حتى من غير ما ياخد ادويه منشطه ان شاء الله بيجيب نتيجه. طيب مريض، لو حد مريض سكر ومظبط السكر بتاعه ماشي بانتظام، عرضه ان هو ممكن يعني يكون يحافظ على نفسه. كمان في نقطه كمان في الموضوع ده، هو الموضوع بيبدا مش بفقدان الانتصاب، هو الموضوع بيبدا بضعف انتصاب. فمجرد ما الزوج يحس ان هو عنده مشكله ضعف انتصاب يبدا العلاج، مش بيبقى فقدان انتصاب. بالظبط. امتى يبقى فقدان انتصاب ومفيش خالص؟ لما يكون عدى مرحله الاول ضعف انتصاب، الانتصاب يفضل موجود فتره قليله ويحصل سرعه قصف، او الانتصاب موجود وما يوصلش حتى للقصف. يعني هي دي بتبقى المراحل بتاعته. طيب مشاكل بقى يا دكتور يعني الضعف الجنسي بوجه عام بعيد عن مريض السكر، طبعا بيكون في حاجات كتيره جدا مسببه للضعف الجنسي، وفي كمان بعض الناس بيشتكوا منها ومش عارفين بالظبط يحطوا ايديهم على السبب. يعني مريض السكر عارف السبب الرئيسي فبيتجه للعلاج، انما بعض المرضى الضعف الجنسي مش عارفين السبب تحديدا. ده يا دكتور يعني حاله زي كده لو جات لك العياده بيكون ايه التصرف؟ هو اللي بيحصل عكس اللي انت بتقوليه على فكره. فعلا المشكله انه مريض السكر ما بيبقاش عارف، وبالعكس يعني هو بيروح لدكاتره وهم برضو علشان يعني ايه، حتى كدكتور مثلا مش تخصصه اللي هو علاج مضاعفات مرض السكر. فايه اللي بيحصل يعني انت الحته دي عشان يعني ايه
انا اتخصصت فيها في رساله الدكتوراه بتاعتي، فاهمه قصدي؟ فالقصه يعني ان هو بيروح ياخد ادويه ما بتجيبش نتيجه، بيروح يعمل الدوبلر يطلع الدوبلر الشريان الرئيسي شغال، بالعكس هو بيبقى مش عارف المشكله فين. فاحنا هنا جايين النهارده مخصوص عشان نعمل سبوت ان المشكله بتبقى في الدوره الدمويه الدقيقه، ان المشكله ان الاورده مش شغاله بالكفاءه بتاعتها المطلوبه، ان العصب مش موصل اشاره لانه مش واصل له دم اصلا. طب نسبة يا دكتور يعني نجاح العلاج لمريض السكر في الضعف الجنسي باستخدام الأجهزة المساعدة، نسبة النجاح تقريبا أو التحسن بتكون بنسبة كام في المية؟ لا هو إن شاء الله بإذن الله يعني الشافي هو ربنا طبعا قبل أي حاجة، بس أنا شايفة إنه نسب الشفاء عالية جدا. يعني ممكن يعني إحنا يعني بصي احنا الحمد لله يعني انقذنا ناس من البتر في التهاب الاعصاب الطرفيه في رجليهم، فهو احنا بنعالج مشكله اسهل من البتر يعني، فاهمه قصدي؟ فان شاء الله نسب النجاح عاليه جدا. يعني انا يعني ان شاء الله انا ما بحبش بس اقول كلمه 100% عشان برضو عشان لاي سبب تاني، بس طبعا احنا عندنا شرط مهم اللي هو تظبيط السكر. تظبيط السكر ان سكره يكون مظبوط. ليه بقى؟ لانه زي ما دكتور احمد اتكلم عن ترسب السوربيتول على جدار الاوعيه الدمويه، ما هو انا بشيل السوربيتول وبفتح اوعيه دمويه وانت بتسدها تاني، فكاننا شغالين احنا الاثنين عكس بعض. يعني محتاج شغل من المريض جامد ان هو يحافظ على مستوى هو يتابع مع دكتور السكر بتاعه. مستوى السكر طبعا ان هو يكون مظبط سكره، لانه خلاص احنا مالناش دعوه بالقديم، احنا ان شاء الله هنعالج التراكمات بتاعه تاثير الحاجه القديمه، لكن احنا بنتكلم بقى في الجديد. خلاص يعني عملت كل حاجه، لازم الدكتور تبقى متابع مع دكتور البطن والسكر بتاعك يظبط لك سكرك، جرعات الانسولين لو انت بتاخد انسولين، جرعات الادويه لو انت ماشي على علاج وعلى ادويه، لازم تبقى ماشي مظبوط. تمام. طيب ايه الاجهزه دي استخدامها لمرضى الضعف الجنسي بتكون اقل شويه يعني في الشغل عن مريض السكر، ولا بتكون برضو بنفس مستوى الكورس او معدل المشين؟ هي نفس النجاح اللي بيحققه. اصل انت بصي يعني هو انت بتعالجي المشكله ازاي، اي مشكله مرضيه علاجها ازاي، ان انت تعرفي السبب. فلما بتعالجي السبب بتنتهي المشكله. يعني احنا دلوقتي هنبقى عالجنا الدوره الدمويه الدقيقه اللي هي عن طريق الشرايين، وهنبقى عالجنا كفاءه الاورده. اللي هو كل حاجه من دول يا دكتور بتاخد اسبوعين، ولا هو الاسبوعين الكورس للثلاث حاجات؟ لا لكل الاجهزه. تمام. بنعالج الاعصاب وبنعالج الشرايين وبنعالج الاورده، عشان ما هو مش من مره السكر هيعلى فيها برضو، خلينا واضحين. تمام. ده بيبقى تاثير تراكمي. لو كل يوم سكرك عالي لا هيجيب يعني هتعمل نفس اللي انت كنت فيه، لكن مثلا ايه سكر فلت منك مره عادي وبعد كده اسبوعين ثلاثه كويس، يعني تنظيم السكر الى حد ما على قد ما نقدر. طب يا دكتور في حاله الناس الاوفر ويت اللي الوزن بتاعهم عالي جدا، فطبعا بيكون تظبيط السكر عندهم ان هم يمشوا بانتظام مستمرين على تظبيط السكر بيكون شبه مستحيل بالنسبه لهم. في حاله زي كده يا دكتور بتبتدوا تعملوا معاهم علاج اخر يعني حاجات خاصه بالسمنه، حاجات خاصه بتظبيط الوزن؟ خصوصا السمنه المركزيه اللي هي سمنه البطن. ممكن احنا اوريدي في حالات فعلا جت وكان عندهم المشكلتين مع بعض، وعملنا كده فعلا، عالجنا سمنه البطن باجهزه تفتيت دهون وتقويه لعضلات البطن نشدها، واجهزه تفتيت دهون بالتبريد، يعني عندنا اجهزه تفتيت دهون بالموجات الفوق صوتيه وتفتيت دهون بالليزر وشد للجلد وشد للعضلات، كل الحاجات دي بتساعد، وبتبقى حوالي 8 مرات بس الجلسات. 8 مرات بس؟ بتجيب نتيجه هايله. تظبيط الوزن بتساعد، خصوصا سمنه البطن، لان سمنه البطن من الحاجات اللي تاثر سلبي قوي على السكر. سمنه البطن من الحاجات اللي بتاثر سلبي على السكر اكتر من سمنه الجسم كلها. دي معلومه جديده اول مره اعرفها. وكمان هي بتسبب اعتقد كمان ضعف جنسي بنسبه اعلى من بنسبه اعلى. فسمنه البطن فعلا بتبقى اخطر انواع السمنه تاثيرا على السكر، وتاثيرا فعلا على قوه الانتصاب. طيب. وفعلا من الفاكتورز اللي بتزود الضعف الجنسي. تمام. طيب مريض ممكن يلجا ان هو يرجع يعيد الكورس تاني بعد فترة قلنا سنتين تقريبا، بس لو حصل أي مشاكل قبلها بسنتين إيه المشاكل اللي ممكن يعني يحسها ويبتدي؟ ما هو بصي إحنا العلامة بتاعتنا سهلة قوي، ضعف انتصاب بالظبط. تمام. بس العلامة سهلة قوي، حسينا نعمل كورس واحد، ممكن نعمل نص الكورس أصلا. يعني مجرد ان احنا حسينا هنظبط السكر ونعمل الكورس واحد، ممكن نعمل نصه بس لو هو مش بقاله فتره، العلامه بتاعتنا سهله قوي. تمام. ومش لازم يعني نوصل لفقدان انتصاب كامل، انت هتبقى عارف. تمام. لو في ضعف انتصاب نبدا، لو في لو يعني حصل اي فقدان مشاكل ملحوظه على طول يتجه الى تمام. لو حصل فقدان انتصاب كامل برضو هنعمل الجلسات، بس لازم نمشي مع دكتور نظبط السكر بتاعنا كويس، والادويه بتاعتنا سواء كانت انسولين او ادويه. تمام. لازم نظبطها، لو في سمنه برضو لازم نعالجها. تمام. الحاجه الثانيه نعمل الجلسات. بس ممكن هنا الفاكتور الوحيد اللي يزيد بدل ما نعمل كورس واحد يبقوا اثنين، وممكن نوصل لثلاثه. تمام. طيب ميرسي جدا يا دكتور رانيا.